شاء الله. والسلام وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قضيت الصلاة فانتشر في الأرض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في وفي الأرض الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صح صوت الكهف ما سمحت دكتور ما تسجدس صرت رما راد ولا مريم ولا الأسراء الأسراء ولا ما من زمان أحب أسمع إن شاء الله ما شاء الله لو عايش نرتب يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة الشهيد محمد بن الشهيد نحن ونحب العلماء المجالس فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الشكر والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعد اسمع بقى مش هنقرا فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وقلنا الحق سبحانه وتعالى عشان ما يقفش الكاميرا قال أنه فضل بني آدم وكرمهم وأقصى آيات التكريم أن جعلهم محل اختيار الإيمان به حتى يكون المؤمن به عن اختيار ذهب لا بطريق القصر ولكن بطريق الحب لله وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قال كرمنا وفضلنا قال إن ذلك التكريم والتفضيل يجب أن يكون حيثية إيمان بالله بحيث يلتفت الإنسان إلى منهج الذي كرمه ومنهج الذي فضله فيكسر منهجه على مرادات نفسه ولا يظن أن ذلك أمر يتمشى مع الدنيا وينتهي ولكن له آخرة سيأتي بعد ذلك للحساب عليها مش أخذ لم التكريم ولم يأخذ التفضيل ليفلت به ويشرد لا إنه سيحاسب على قيامه بحق هذا التكريم وهذا التفضيل فيقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بالإمام الذي اتبعوه هداية لمنهج الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أمة موسى يا أمة القرآن يا أمة الإنجيل يوم ندعو كل أناس بإمامهم هذه الدعوة طبعا للموقف والحساب هذا الموقف والحساب حيختلف بان الانسان ياخذ الكتاب بتاعه فالذي ياخذه بيمينه اللي هي جانب الحسن لا اله الا الله والمقابل حياخذه باليسار وعالج الله كان في اليمين يا رب علاجا وفي بعض الصور علاجا فاما من اوتي كتابه بيمينه فهو يقرأ كتابه مش يقرأه ويدعو غيره ان يقرأ ما تعالوا شوفي كتاب الكل إذا يتباهى يفرح في نفسه ويحب أن يقول سواه للآخرين يعني فرحان بقى هقوم اقرأ كتابية تعالوا شوفي كتابي فيه إيه فرحان يعني ولا يظلمون فتيلا الشعراء بيخدم هقوم اقرأ كتابية يعني تعالوا شوفي كتابي فيه الخير كله فرحان بيدعو فهو لا يريد أن يظلم لأن كل خير منه كل الخير بيخطب في سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن
وتي كتابه بيميني فأولئك كرانا كتابه من الظلمون فتيل يا بابا دايما فيديوهات صور على التليفون طول من عند ماما بابا طلع في الفيديوهات وطلع الميكرو جرتي ساعات في المطبخ كمان ببقى ساعات في التليفون العلم موجودين قلنا قاعدين فرحانين بالقرآن قاعدين نقرأ القرآن ثلاث مصاح مصحفي مصحف بابا ومسكو مصحف مامي مصحف الدكتور مسكو في ايده دكتور عبد الله سيد احمد عاطي المحلي ومصحف الدكتورة جزي مسكة في ايديها مصحفي هذا سنة قاعدة ورا القمر محدش بيقعد في الدنيا كل واحد يومانه بيعدي كان بصيرا في الدنيا واللي كان أبحث كتابه بيصير كان أعمى يجيب سبب هنا ومسبب هنا وانت تجيب السببين على بعض لا إله إلا الله ومن كان في هذه الأعمى فهو في أعمى وأضل سبيله ما هو العمى عن الحق معناه عن القلب ولا حجم الأداة الباصرة عن إدراك المراعي هذه العرب لكن هل كان الكافرون عمي الدنيا يبقى إذا لا مش العمل مقصود العمل إيه عمل بصر لأن من ألف ونائم فانجيلة ويمكن عمل قلب العزب الله ما تعمل إنما لك من الأبصار ولكن تعمل كل ما في الصدور البصر بتاعه بيديك إلى ماديات الحياة نحن قلنا أن البصر بيدرك به الإنسان آلة من آلات الإدراك لأن آلات الإدراك للنفس البشرية كثيرة بصر شم ذوق لمس حاسة العبر حاسة البنك كل دي أدات إدراك فيك كل هي الحواسم الإدراكية التي يبتدئ الإنسان فيها في الدنيا لأخذ المعلومات منها أول ما يأخذ حاجة يأخذها بالسمع هذا طبيعي ولا يأخذ بالشم إلى أن تتكون عنه إيه ما اسم الدكتور الحبيب دكتور عمر عشان بحبه لازم اسجله واصور لا تعلمون شيئا اخذ البركه كلها طيب عشان نعلم احنا اهل القران دايما بركه واهل العلم مخلصين مخبتين لله رب العالمين وهو مخلص العلم النافع اللي كان جيت اقفل بلقت الدكتور يا شيخ شعراوي لا بحب اسمعه ايضا محجوبة منه المرأة نعوذي اللي أرتع وضع رسول الله كله ديش مقصود في الدنيا وإنما المقصود هو أعمل فيه كنت على الحرم سمعنا مكة في المدينة المنورة الخطة كلها عن الغيبة والنميمة كيف تعال الحرم أيضا ونتكلم عن الغيبة والنميمة كيف تعال الآخر سنة وقت لقيت بيك رف صورة الكاف قلت أما أم أم أسمع الصلاة الأمة كده عدت قليب لقيت يبقى علشان يساعد دكتور عمر هاشم احتساب التلفزيون نقلبت خلص لقيت شعور بدأ قلت بقى عاوز اقفل مش هقفل على الحرم الكعبة عشان نقرا او انا لكن اعطى اشياء اخرى اللي هي وسائل بصيرة القيم بصيرة القيم وهذه القيم دي اللي تاتي من منهج الله فهم في الدنيا كانوا مفتحين وعلوم كويس انما بصيرتهم يعني عارفين ماديات الحياه وابصارها ولكنهم لا يعرفون ايه الات القيم التي ناخذها جميعا من منهج الله طب من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى يعني بصر ايه اعمى